مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مره ثانيه في المطبخ. اليوم راح اعمل كبه بطاطا بالصينيه. بالنسبه لمقادير كبه البطاطا بالصينيه، في عندي كيلو ونص بطاطا، ربع كيلو لحمه عجل مفرومه ناعمه، ممكن تستخدموا لحمه خروف كمان، بصله متوسطه راح اقطعها مكعبات صغيره، في عندي هون للبطاطا كوب وربع حليب راح اسخنه، معلقتين كبار زبدة، معلقة لدهن الصينية من القاع ومعلقة للوجه، في عندي هون ربع كوب مكسرات محمصة، أنا مستخدمة هون لوز شرايح حمصته بالفرن، معلقة كبيرة سماء، في عندي هون بقسماط أو خبز مجفف ومطحون ناعم بهذا الشكل. بالنسبة للبهارات طبعا ملح، بهار حلو، فلفل أسود مطحون ناعم، هيل مطحون ناعم، قرفة مطحونة ناعمة، وشوية رشة جوز الطيب، وطبعا رح نستخدم زيت قليب. طبعا أنا هون عم بقشر البطاطا، رح أغسلها بعد هيك بمي باردة وأقطعها مكعبات تقريبا حجمها متساوي، مكعبات متوسطة. طبعا انا بقطع البطاطا هلا مكعبات وبغمرها بمي بارده بالطنجره هون عندي عشان اسلقها، بحاول اخلي المكعبات تكون تقريبا قد بعض. بدنا نسلق البطاطا، بحطها على نار عاليه لحد ما تغلي. باثناء سلق البطاطا رح اضيف على قلاية هون معلقة كبيرة زيت، أحميها على نار متوسطة، زيت قليل أستخدم زيت أي نوع، زيت ذرة أو زيت كانولا أويل. رح أضيف البصلة المقطعة مكعبات صغيرة، رح أرش عليها رشة خفيفة ملح، رح أتركها تقريبا 10 دقائق لحد ما تدبل. بعد ما غليت البطاطا بضيف لها معلقتين صغار ملح وبتركها لمدة 20 لـ25 دقيقة لحد ما تستوي. بعد ما بدأت تتحمر البصلة عندي مثل هيك، رح أضيف اللحمة، بنحرك اللحمة مع البصل باستمرار لمدة 10 دقائق. بضيف البهارات على اللحمة تقريبا نص معلقة صغيرة فلفل أسود، طبعا مقادير البهارات اختيارية، إذا بتحبوا تكتروا أكثر من هيك، معلقة صغيرة بهار حلو، ربع معلقة هيل مطحون ناعم، ربع معلقة قرفة مطحونة ناعمة، رشة صغيرة جوز الطيب، طبعا بظبط الملح، بحركهم. بعد ما تتحمر اللحمة رح أضيف معلقة كبيرة سماء مع المكسرات. بعد ما تحمرت اللحمة رح أطفي النار تحتها وهيك بتكون جاهزة. طبعا بالأول لازم تذوقوا ملحها وبهاراتها إذا بتحبوا تكون كمية البهارات أكثر. لخبز الكبة رح أستخدم صينية 13×9 إنش، رح أدهنها بمعلقة كبيرة زبدة درجة حرارة الغرفة، راح أرش الصينية المدهونة زبدة ببقسماط، طبعا أنا دهنتها كمان من الجوانب مش بس من آها، برش الجوانب كمان،
عشان تفحصوا البطاطا وتشوفوها استوت ولا لا، بتاخذوا وحده بتغزوها بالسكين، اذا السكين دخلت فيها بسهوله بتكون خلاص مستويه وجاهزه. هلا هي جاهزه عندي هيك، راح اصفيها وارجعها على نفس الطنجره، وبهاي الاثناء راح اسخن كوب ربع الحليب. صفينا البطاطا ورجعناها على الطنجره وهي لساتها حاره، راح اضيف كوب ربع حليب حار. راح اهرسها، مهرسه البطاطا. طبعا دائما تهرسوا البطاطا وهي سخنه، لانها اذا بردت بصير صعب انكم تهرسوها، وهي سخنه بتكون اسهل كثير. بنستخدم هون نوع بطاطا صفراء، في انواع من البطاطا بيكون داخلها ابيض. راح اخذ نص كميه البطاطا واحطها بقاع الصينيه واظبطها. طبعا هي سخنه بيكون سهل التعامل معها. حافردها بالسباتشولا طبقه متساويه. راح اضيف اللحمه المفرومه، طبعا انا هلا حميت الفرن على 425 وحطيت الرف بنص الفرن، راح اخبزها تقريبا نص ساعه. راح افرد اللحمه بالتساوي، راح نضيف النص الثاني من البطاطا. نحاول نتحرك بسرعة هلا عشان البطاطا قربت تبرد. راح نفردها بنفس الطريقة اللي فردنا فيها الطبقة الأولى. راح نرش شوية بقسماط على وجه الصينية، رش خفيف بس. راح اخذ معلقه كبيره زبده واحط قطع صغيره متفرقه على وجه الصينيه. هلا راح ندخلها على الفرن لمده نص ساعه مثل ما قلنا، او لما يتحمر وجهها. وهيك صينيه البطاطا صارت جاهزه، طلعناها من الفرن. اتركوها تقريبا ثلث ساعه قبل ما تقطعوها وتقدموها عشان تتماسك مع بعضها. صحتين وعافية، بشوفكم فيديو قادم، مع السلامة.